وفي تفاصيل النداء المشترك الأمريكي الأوروبي العربي لوقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، تقدمت واشنطن وباريس بورقة مقترحات تجمع بين المقترحات الأمريكية والورقة الفرنسية لوقف إطلاق النار أو هدنة لمدة 3 أسابيع. المبعوث الأمريكي أموس هوكستين قال أو خلال هذه المدة سيجري مفاوضات حثيثة بين لبنان وإسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق وتفاهم شامل بين الطرفين. وأساس الورقة هو الوصول لصيغة المقبولة لتطبيق القرار 1701 على أن تتضمن صيغا توضيحية حيال تطبيقه بشكل لا التباس بشأنه، وتتضمن الهدنة وقفا للأعمال العسكرية بما فيها الطلعات الجوية الإسرائيلية ووقف إطلاق النار بشكل كامل وتوفير ضمانات حول إعادة الإعمار وإعادة السكان، إلى جانب فتح مسار ترسيم الحدود البرية مع تعزيزات قدرات الجيش وإنشاء أبراج مراقبة وعدم حصول أي تحركات أو تعزيزات عسكرية لصالح حزب الله. كما ترون أصدرنا بيانا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وقد نجح البيان في توليد دعم كبير من أوروبا وكذلك من الدول العربية، ومن المهم ألا تتسع هذه الحرب، وسأتحدث أكثر عن هذا الموضوع غدا. النداء المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية للتوصل إلى وقف الإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع حرب أوسع نطاقا، بدأت المناقشات حوله الاثنين الماضي عقب اتصال هاتفي بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. كما ناقشت واشنطن الفكرة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان وعدة دول عربية أخرى بحسب مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي. المصدر نفسه أكد أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمناقشة هذه المبادرة دون الدخول في تفاصيل، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدت أيضا مناقشات مكثفة بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون. فرنسا حضت إسرائيل على وقف التصعيد في لبنان وحذرت من أن توسع عمليتها في لبنان لن يمر من دون عواقب، كما حثت حزب الله على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل وحضت كل من يزود الحزب بجميع الوسائل التي تشعل التوترات بالتوقف فورا. كشف مسؤولون مطلعون لصحيفة وول ستريت جورنال أن حزب الله بدأ يتعامل مع بعض الخلافات في صفوفه حول كيفية الرد على سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المدمرة التي طالته. وقال أشخاص مطلعون على مناقشات حزب الله إن هناك خلافا بين أعضاء الحزب حول كيفية الرد، مشيرين إلى أن بعض أعضاء الحزب كانوا حذرين للغاية بشأن تصعيد الصراع وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال. كما أوضحت المصادر أن قيادة الحزب تحاول معرفة كيفية إعادة إنشاء الردع دون الدخول في حرب واسعة مع إسرائيل، خاصة بعض الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الحزب وقيادته العسكرية. هذا وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الحزب قلقون من مستوى الاختراق الإسرائيلي في المنظمة ويحاولون إغلاق هذه الثغرات. أشارت أيضا صحيفة الواشنطن بوست إلى انقسام في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله. وقالت الصحيفة إن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن التصعيد قد يؤدي إلى موجة عنف كبيرة في المنطقة، بينما يرى البعض الآخر أنه وسيلة فعالة لإضعاف حزب الله وإجباره على التراجع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله إن استراتيجية التصعيد من أجل خفض التصعيد لم تنجح في إرساء الاستقرار منذ وقت طويل، وفيما أكد مسؤولون أن واشنطن ستعزز قدرات الدفاع الجوية الإسرائيلية لكنها لن تطلق النار على لبنان أو أي دولة أخرى بما في ذلك إيران، مشيرين إلى أن سياسة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ليست شيكا مفتوحا أو من دون شروط. وبحسب واشنطن بوست فإن مسؤولين في البنتاغون أكدوا أن واشنطن لم تتلقى أي طلب من إسرائيل للحصول على مساعدة مباشرة في التصعيد منذ بدء التصعيد، موضحين استعداد الجيش الأمريكي للمساعدة إذا ما حوصرت دفاعات إسرائيل الجوية.
من باريس ينضم إلينا الكاتب والسياسي ميشيل أبو نجم، وأيضا من طهران معنا مدير مكتب الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور. أهلا بكما. سأبدأ معك سيد ميشيل. سيد ميشيل، ما هو السيناريو المتوقع في الأيام المقبلة؟ هل ممكن أن تمتد الحرب على جنوب لبنان من الجانب الإسرائيلي مثل ما حدث في قطاع غزة، خصوصا بعد اللغط حول الاتفاق أو المباحثات لوقف إطلاق النار من عدمه؟ نعم، بداية علينا أن نقول أن اليوم الفرق بين ما يحصل في على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وما حصل في غزة منذ عام وحتى اليوم، هو أن الحراك الدبلوماسي اليوم محصور في منطقة واحدة، في مدينة واحدة هي نيويورك، وبحضور كافة الأطراف. كانت الطرف بالطبع الطرف الأمريكي، الطرف الإيراني، الطرف اللبناني، وكل هذه الأطراف المعنية بفضل وبسبب ما يسمى أسبوع القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه ملاحظة عامة. الملاحظة الثانية، يعني في الواقع الوضع اللبناني يختلف كثيرا عن الوضع في غزة، من زاوية أن الحرب اللبنانية الإسرائيلية يمكن أن تتحول وسريعا جدا إلى حرب أقليمية بسبب امتداداتها الأقليمية. حتى اليوم إيران بقيت خارج هذه الحلقة على المستوى العسكري، ولكن بالنظر إلى أهمية حزب الله لإيران وبالنظر للاستثمار الكبير الذي قامت به إيران في حزب الله، لا أعتقد أنها تستطيع أن تبقى مكتوفة اليدين، أن تبقى متفرجة، رغم ما سمعناه في نيويورك إن من وزير الخارجية عرقجي أو من الرئيس الإيراني بوزجكيان شخصياً، أن إيران تريد الانفتاح على الغرب، تريد معاودة التفاوض بشأن الملف النووي، وإلى ما ذلك من الأمور يمكن أن نقول إن الانفتاحية بالنسبة لإيران. هناك نوع من الانفصام من زاوية جهة الرغبة في دعم حزب الله، ومن جهة ثانية في تحسين علاقاتها بالغرب نظرا للاستحقاق الأمريكي الكبير المتمثل في انتخابات شهر نوفمبر، وإمكانية عودة الرئيس السابق ترامب إلى البيت الأبيض، ورغبة إيران بالحصول على شيء من الإدارة المنتهية قبل هذا الاستحقاق الكبير. ولكن هذا ليس هو العامل الوحيد، هناك عامل آخر مهم للغاية جدا، وهو قدرة الولايات المتحدة اليوم في التأثير على القيادة الإسرائيلية، على السلطات الإسرائيلية. نحن رأينا خلال عام كامل أن واشنطن لم تكن قادرة على الضغط على نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. هي أملت الفلسطينيين وأملت العرب باستمرار بإمكانية توصل الاتفاق، إن بشأن الرهائن، إن بشأن وقف إطلاق النار، إن بشأن إعادة أعمار غزة وغير ذلك، ولكن لم يتحقق من ذلك أي شيء. والسؤال اليوم هو هل سيكون الأداء الأمريكي مع نتنياهو في الملف اللبناني شبيها بأدائها في غزة؟ هذا هو السؤال الكبير. ولكن يمكن أن نعتقد أن الحضور الفرنسي سيكون بالغ التأثير نظرا للعلاقات الخاصة التي تربط فرنسا بلبنان، ونظرا لرغبة الرئيس ماكرون على ما يبدو بأن يستنسخ الدور الذي لعبه الرئيس جاك شيراك في حربي 1996 و 2006. إذن هناك مجموعة من العوامل يتعين مراقبتها لقراءة ما سيحدث في الأيام والأسابيع القادمة. نعم، سأنتقل إلى ضيفي الأستاذ مصدق بور. سيد مصدق، طبعا إذا كان عندك رد على النقاط أو العوامل التي تحدث عنها سيد ميشيل نجم، وأيضا أريد أن أسألك الآن، هل برأيكم بأن حزب الله سيحافظ على سياسة الردع دون الانزلاق في حرب شاملة، أو توريط لبنان على الأقل في حرب رية من جانب إسرائيل؟ ومتى ممكن أن يتدخل الجانب الإيراني إن وجب تدخله؟ نعم، شكرا. طبعا أنا أتفق يعني مع كثير مما تفضل به الأستاذ نجم، وطبعا هو طرح سؤال بأنه هل سوف يكون نوع التعاون بين التعامل بين الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو على غرار مقاتلنا في حرب غزة؟ أنا أقول نعم. يعني اليوم هم بدأوا يطرحون مبادرات، ونتنياهو غير مكترث، ويأمر الجيش أيضا باستهداف حزب الله وباستهداف المقاومة والجنوب اللبناني. أما في موضوع إيران ودعم إيران، طبعا إيران هي داعمة أساسية لحزب الله. يعني إيران تقدم الدعم لحزب الله منذ 50
عمل ونوع الدعم المعروف، وإيران تعرف كيف تدافع عن حزب الله. حاليا إيران لا تشعر بخطر وجودي تجاه حزب الله، ولكن إذا ما كان مثل هذا خطر وجودي قد ظهر، سوف لن تكون إيران الوحيدة التي سوف تدافع عن حزب الله. هناك كل أركان المقاومة، هناك نحو 30 أو أكثر ألف متطوع من مختلف الجنسيات، سواء من أفغانيين، باكستانيين وعرب. هؤلاء متطوعون ومستعدون وعلى هبة الاستعداد للتوجه إلى الجبهة فيما إذا كان هناك خطة لدى حزب الله لاحتلال، عفوا، لاسترداد وتحرير جليل والدخول في العمق الإسرائيلي. هذا ما أتوقعه أن يحدث. حاليا حزب الله هو قادر على إدارة هذه المعركة، ولكن للأسف هناك تعتيم إعلامي كبير من الجانب الإسرائيلي لا يسمح. نحن لن نشاهد حتى صورة واحدة عن المأساة الموجودة في داخل إسرائيل أو عن آثار الضربات التي توجهها المقاومة اللبنانية إلى الإسرائيليين وحول النازحين الإسرائيليين ومعاناتهم والمخابئ والظروف هناك، وحتى عن المناطق المستهدفة. حزب الله يستهدف المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية، لا يستهدف عشوائيا. يعني وإذا أراد أن يقوم بعمليات عشوائية وكمان يعني سوف نشهد يعني دمار أكثر يلحق بالمدنيين. حاليا حزب الله والمقاومة الاستراتيجية هي تقوم على هذا الأساس، عدم استهداف المدنيين والاكتفاء بضرب المواقع الاستراتيجية. إيران هي موجودة في المعركة، ولكن حاليا على في البعد العسكري كما تفضل صديقنا العزيز أستاذ نجم، هي على البعد العسكري ربما حاليا يعني غائبة، ولكن هي حاضرة، يعني حاضر الغائب، ولكن حاليا لا أشعر. حزب الله أيضا هو يوجه ضربات موجعة، والسبب والدليل هذا الوجع الذي يلحقه حزب الله بإسرائيل وردات الفعل الإسرائيلية العنيفة التي تقوم بها. أنا أعتقد نشهد حاليا وضعا مشابها لما كان في غزة، وأتوقع أن تتدحرج الأمور إلى حرب أوسع نطاقا. وهذه المبادرات التي تطرح سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الغربي هذه لا تجدي نفعا، ربما دخول الخط الفرنسي على الخط كما تفضل الضيف العزيز ربما هذا يخفف، يعني ربما تكون هناك بعض الاعتبارات، ولكن في أي حال نحن متجهين نحو معركة خطيرة جدا. يعني طيب سيد مصدق، أنا فقط عندي قبل أن أذهب إلى فرنسا، أنا أريد أن أسألك، أنت قلت ربما تتدحرج الأمور إلى حرب أوسع، من هم أطراف هذه الحرب، وهل إيران ستكون فيها الطرف فيها؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، كيف ستحافظ إيران على سياسة التوازن بأنها لا تنخرط في حرب مباشرة، لأنها هي لن تحارب إسرائيل لوحدها، هي ستحارب إسرائيل والولايات المتحدة، وربما أيضا يكون هناك دول تتحالف معهم، وتحقق مكاسب قبل نهاية يعني مكاسب على الصعيد الاقتصادي مثلا بتخفيف بعض العقوبات، مكاسب في بعض الاتفاقيات حول البرنامج النووي. هل ستستطيع إيران في هذا التوقيت أن تمسك العصا من المنتصف؟ أنا لا أعتقد، يعني أن الموضوع المفاوضات هي هكذا يعني بهذه الطريقة. أولا هذه المفاوضات عنوانها النووي، ولكن ليس فقط النووي، يعني هناك قضايا أخرى تبحث وتناقش بين الجانبين الإيراني والجانب الأمريكي. يعني هناك قضايا خاصة فيما يتعلق بالوضع الإقليمي وما يسمونه بالتدخلات الإيرانية في هذه الإقليم أو ارتباطاتها مع المقاومة. إيران تقول المقاومة ظاهرة طبيعية، طالما هناك اعتداء، طالما هناك احتلال، المقاومة موجودة. المقاومة هي ردة فعل رياكشن، وبالتالي هي يمكن في كل لحظة أن تزول إذا زالت الأسباب المؤدية إليها. هذه المفاوضات هي طبعا تتناول كل هذه الأمور. أنا أعتقد يعني إيران تمضي مستمرة في هذه المفاوضات، وإذا توصلت إلى نتائج هذا الشيء سوف يخف. ولكن إيران هي حاليا تتعلق يعني آمالا على يعني تطرح من جديد رغبتها على المجتمع الدولي بأنها تريد تنشد السلام، تنشد العدالة، تنشد الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة. نعم. وهذا ما يفعله الرئيس الإصلاحي حاليا، ولكن هذا الموضوع سوف لن يدوم طويلا. يعني إذا لمست إيران عدم وجود رغبة، بالتأكيد سوف يكون الجنوح نحو التصعيد أكثر. أما إذا نشبت حرب، نعم إيران هي سوف تكون طرف،
اليمن سيكون طرف، العراق سيكون طرف، والمتطوعين يكونون طرف، وهناك أطياف رمادية موجودة في العالم الإسلامي. يعني هؤلاء ستحاربون إسرائيل، يعني كل هذه الأطراف ستحارب إسرائيل وخلفها الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي حاربت، نعم بالتأكيد هي سوف تدخل في هذه الحرب، وأنا أتوقع أن هذه الحرب إذا ما نشبت لا سامح الله ستكون حرب إقليمية موسعة تأتي على اليابس والأخضر في هذه المنطقة من دون شك. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية جربنا حروبها، يعني هي في أفغانستان، في العراق، في حتى في سوريا، في ليبيا، جربنا حروبها يعني، ونحن نعرف ما هي. ولكن هذا معناه أنا لا أريد أن أتأخر عن فرنسا، إذا اندلعت لا سمح الله الحرب التي حضرتك تتحدث عنها، هي لن تكون حرب جيوش مع جيوش، هي ستكون حرب ميليشيات مع جيوش، إلا إذا تدخل الجيش الإيراني هنا. طبعا أنا قلت يعني إيران ربما تتدخل، يعني تتدخل، لا تتدخل عبر أذرعها، ولا ممكن تتدخل عبر جيشها، في فرق. تتدخل عبر صواريخها، عبر قدراتها الصاروخية، عبر مسيراتها، تتدخل عبر فتح جسور كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم. هذا هو السلاح الأمريكي الذي يحارب يحارب الأشقاء اللبنانيين. طيب يعني تدخل مباشر. طيب سأنتقل إلى سيد ميشيل، لا أعرف كم باقي عندنا وقت، ولكن سيد ميشيل أولا إذا حضرتك طبعا عندك تعليق، إذا ممكن أن تندلع فعلا حرب إقليمية ستكون أذرع الميليشيات، يعني سيطبق مفهوم وحدة الساحات الذي لطالما سمعنا عنه، من المستفيد سيكون من هذه الحرب؟ هل سيحرر المسجد الأقصى إذا اندلعت هذه الحرب الإقليمية يعني لا سمح الله؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، وزير خارجية فرنسا سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل، ماذا يعول على هذه الزيارة؟ نعم، بداية أريد أن أقول بالنسبة لما قاله ضيفك الكريم أننا هنا في فرنسا وبشكل عام في الغرب ليست هناك توقعات بأن تدخل إيران مباشرة في هذا النزاع بسبب الحسابات الإيرانية. في إيران هناك عهد رئاسي جديد، هناك رغبة كما قلنا سابقا في الانفتاح على الغرب، هناك أزمة اقتصادية، إذن هناك مجموعة من العوامل تدفع إيران للبقاء متفرجة إلى حد كبير على ما يحصل، ومكتفية ربما بالدعم المادي والدعم السياسي والدعم الإعلامي. وليس علينا أن نتغاضى عن مسألة أخرى، هي أن ما يهم في إيران في المرحلة الراهنة هو أن ينسى الغرب برنامجها النووي. هناك تقرير للوكالة الدولية للطاقة النووية يقول حول التقدم الذي أحرزته إيران، وإيران يعني لا تريد أن تدخل في هذه الحرب لأنها تعرف أنها ستكون خاسرة، وأن الردع الأمريكي من خلال الوجود العسكري الأمريكي في المتوسط أو في البحر الأحمر أو في البحر العربي، هذا الحضور الكبير غرضه ومبتغاه هو منع إيران من الدخول وردعها عن دخول المباشر في هذه الحرب. هذا من جهة. أما من جهة الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان، أولا علينا أن نقول أن هذا الوزير هو جديد جدا، يعني لم يمضي على تعيينه في وزارته سوى أسبوع واحد، وهو يواجه أزمة كبرى. ولكن علينا أن نقول أيضا إن المهم اليوم هو أن كل الأطراف تعتبر أن خروج من الأزمة في لبنان وفي تطبيق القرار 1701 الذي لم يطبق منذ 18 عام.